اللي بده يزور مصر لازم يحضر هذا الفيديو للآخر، لأني رح أدلكم على الأماكن الحلوة بمصر. أكيد لازم أول إشي تعملوه لما تيجوا على مصر تروحوا تشوفوا الأهرامات وأبو الهول. تاني إشي قلعة صلاح الدين الأيوبي. القلعة بتطل على القاهرة كاملة وبتضم مساجد ومعارض ومتاحف. ثالث مكان خان الخليلي. حلو كتير إنك تمشي بشوارعه وتشوف المحلات، محلات أنتيكة وأشياء قديمة. كمان بتقدر تقعد بالمقاهي الموجودة وتشوف الرقص الشعبي المصري. كمان لا ننسى وسط البلد طلعت حرب، نمشي بشوارعها ونشوف الأسواق والمحلات الموجودة فيها. وتنسحر بالمباني المعمارية الجميلة اللي موجودة بوسط البلد. ممشى أهل مصر كتير حلو هذا المكان، لأنه هذا الممشى جنب نهر النيل. والحلو بهذا الممشى إنه مليان أماكن للواحد يقدر يقعد فيها حتى يشرب إشي أو يأكل إشي ويشوف إطلالة كتير حلوة لنهر النيل. شو حلو إنك تمشي بشوارع الزمالك تشوف شوارعها ومبانيها اللي مبنية على الطراز المعماري المميز. والحلو بالزمالك إن هي جزيرة بتطل على نهر النيل، فكتير رح تلاقوا أماكن إنكم تقعدوا فيها، كافيهات ومطاعم كلياتها إطلالتها على نهر النيل. كتير رح تلاقوا محلات لبيع الورد، شو حلو انكم تشتروا ورد وتمشوا بشوارع الزمالك. كمان رح تلاقوا محلات مميزة بتقدروا تشتروا من عندها. سابع مكان المعادي. المعادي بتشبه الزمالك، كمان فيها أماكن كتير إنه الواحد يمشي فيها، فيها كتير أماكن مميزة، المباني مميزة، الشوارع مميزة. والحلو بالمعادي إن فيها طبيعة كتير حلوة. إذا سكنت بالمعادي كل يوم تقدر تشوف القطار وهو بمر. وكتير في مقاعد الواحد بيقدر يرتاح عليها.
بالمعادي كتير في مطاعم مش بس مصرية، في أردنية، في فلسطينية، وفي كمان لبنانية. هذا المطعم مطعم لبناني موجود بالمعادي، كتير أكله زاكي وبنقلك كأنك بنص لبنان. واللي بحب البسس، هذا المكان مليان بسس. ساقية عبد المنعم الصاوي هو مركز ثقافي بطل على النيل، بيجيبوا فنانين عربي يغنوا فيها، كتير حلو كنشاط نعمله بمصر. نار عيونك ونسيت قلبي بدقان، شو ما تحكي وشو ما تقولي قلبي بدقان، كل اللي بجنني جن جنوني قلبي بدقان، بجنني كأني بحب الثاني وانا جاي. أول يوم لآخر يوم حبك، معقولش يوم هالحب يزورني. دار الأوبرا المصرية أهم مكان لازم تزوره بمصر، تحضر فيه أجمل الأمسيات لشعراء وموسيقيين ومغنيين. متاحف قصر عابدين هو عبارة عن قصر كتير كبير ومبني على الطراز الحديث، وبيحتوي على كتير أقسام. وبيحتوي على كل مقتنيات الملك فاروق، من أسلحة، من هدايا الملوك، وكتير شغلات. فيلة أوديسي موجود في شارع كوربا، عبارة عن طابقين، الطابق الأول بيضم لوحات، والطابق الثاني عبارة عن أنتيكا للناس اللي مهتمة بهذا الموضوع. شارع كوربا، هذا الشارع كتير حلو إن الواحد يتمشى فيه، وكمان يشوف الأماكن والمباني والمطاعم الفخمة الموجودة فيه.
معرض الصور. هذا المعرض موجود بوسط البلد وبضم العديد من الصور، وكل صورة جنبها مين صورها وقصة هاي الصورة. معرض الزهور. هذا المعرض موجود في كل الزهور اللي موجودة في مصر، وكمان هذا المعرض في رسامين بيرسموا بيبيعوا لوحاتهم، وكل الناس اللي بتشتغل شغل يدوي بيجوا يبيعوا بهذا المكان.